هذه يا اخواني امرأة يعني انعم الله عليها من النعم، ونحتاج الى قضية فن التعامل مع كبار السن. صحيح. فن ترى يا اخواني مو بسهل، يعني قلت كبير سن في مستشفى، كبير سن عندك في البيت، ربما اصيب بالزهايمر، ربما انه عزكم الله ما عاد يتحكم في نفسه، ربما من هو الموفق ليحفظ هذه النعمة والبر فيها؟ فطفل صغير أدب أمه. نعم. كان يرسم، جت أمه قالت وش ترسم؟ قال أرسم بيتي اللي إن شاء الله كبرت شلون أخططه. والله صغار دائما يفكرون بالحياة. فكر يعني. طيب يا زين ذا، وهذه وش؟ قالت هذا غرفة، وذا غرفة، وذي كذا. قال وذا النقطة وش هي؟ قالت هذا النقطة غرفة إن شاء الله بكرة ليك كبرت. وله الله. تحطني في ذي؟ قال لي ما تحطت جدتي برا. وش شوف شلون؟ لذلك انا باسس في بيتي باسل اثبرتي وصدري مثل جدتي، ترى بحط سبيده ما سويت سوي بتقوله. نعم كما تدين تدان تدان. سبحان فيقول الله. سبحان الله العظيم، كانت هزه قويه هذه المره. في نفس اللحظه بدات تنظف غرفه وكذا، جاء زوجها قالت وش العلم وش اللي كذا؟ بعد يمكن الزوج بعد ما عاون الام على، قال الولد سوى كذا وكذا وكذا وكذا. قال الحمد لله ان نبهنا قبل ما نموت بعد، ثم أيوة يجينا او نكبر ثم نعامل مثل ما عمل هذا. فتقول بدات وخذتها وحطتها في غرفه خاصه وزينت وكذا وكذا. فلذلك يا اخواني لنتقي الله، بروا ابائكم تبركم ابناءكم. نعم. ثم قال وعفوا تعفوا نساءكم. يعني احد المشايخ يقول وش دخل عفاف الزوجه في بر الوالدين؟ قال ايه، قد يكون عند الرجال ذا ما يجي لها عيال يورونها العقوق، في تزوج وحده وتوريه نجوم الليل في النهار. صحيح. تتسلط عليه لك واجد، يشتكي من الزوجه ومن الزوجه. ادب 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 نفسك، فباذن الله تعطيك الامور وتعطيك الحياه السعاده الكامله. هذه بس يعني الله يعطيك العافيه، وهذه فائده كبيره لنا وللمشاهد. واللهم لك الحمد، الغالب واللي نشوفه ان العالم بارين بابوانهم وامهاتهم. أنا اللهم لك الحمد ومبسوط أني أقول هالكلام، ما قد شفت أحد عاقم بأمه وأبوه. والله كل اللي أشوفهم من أهلنا ومن اللي برا، لا صار مع أبوه ولا صار مع أمه، والله كأنه خادم عندها، لا من حريم ولا من رجال. الرجال تجاه كأنه خادم لأبوه وأمه، والحريم كأنها خادمة لأبوها وأمها. وهذا الغالب اللي نشوفه، اللهم لك الحمد، وعسى الله يديم هالحاجة يا رب العالمين. أي والله. اسمح لي تفضل. كنت برا في أحد الدول. نعم. وصلني راي تاكسي من المطار للسكن، فقال لي انا انبسط يوم تجي رحلات من دول عربيه وباكستان وكذا. قلت ليش؟ قال انبسط يوم اشوف الرجال الشايب جاي من الطياره وعياله يحبونه ويسلمون عليه ويبوسون يدي. يقول شيء هذا غريب عندنا صار، هم غربيين طبعا اوروبيين، بس فعلا صراحه هالشيء مثل ما تفضلت الله يحفظك، الخير الحمد لله عندنا هو الظاهر، وان كان في شذوذ لكن الحمد لله الظاهر هو الخير بفضل الله سبحانه. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. سم ابو عليها هي ما هي بحاصله، بس انا يعني ان شاء الله انها ما تحصل. اللي هن زوجات الابناء في البيوت، ترى اذا في بيت انت يا زوجه الابن، خلي امه وابوه زي ابويت، حتى لو لحت شوي خلاف يعني اتحملي، تراها تراث بارة فيهم وبارة في زوجك، فخلي عملت معاهم مبرة لله سبحانه وتعالى، وتحملي حتكبرين في عين زوجك. مصيرهم هم يرجعون يشكرونك، مصيرهم لو السنة الأولى السنة الثانية حيشكرونك. فسبحان الله الزوجات الأبناء اللي في البيوت، أحرصن على أبوي أزواجك، أحرصن على بي أزواجك. بس هذا اللي حبيت أقوله، وهذا الحاجة إن شاء الله ما هي بحاصلة أو قليلة، ولكن بعض البنات الله يهديهن تبي ترتاح، تقول بعيش وبرتاح وبي ماني ملزومة، ويعني تبرير أصلا ما لحد سنتي مشي، أنت روح تمشي العزائم، روح لكل شيء، بس وأنت في البيت داريهم بالكلمة، داريهم بالطعام، داريهم بتسامع منهم، لو زعقوا عليك ما يخالف، والله تكسبين مكسب الله يعلم. وكلامك هذا أبو عايض تذكير برضه، يمكن في بعض البنات أنها لا هي وتسويها بدون ما تدري عن نفسها، وممكن أنها تسمعك الآن ولا تسمعك بمقطع بعدين، وما تقول آه والله أنه صاد سنة يحتي عني، لا والله لا خلا بمسك بريك، تأخذ أنت أجر
وانت تقول ان ما في ان شاء الله احد يسوي كذا، بس قد يسوي احد كذا وهو ما در. صح. لكن الحين عفوا نبي سؤال ابو عبد الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.